لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الذين كفروا. ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من قرأ القرآن فاستزهره فحل حلاله وحرم حرامه وادخله الله الجنة وشفعه عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله.